كان في تشالنج شيرين عاملاه على أغنية قالك نسيني، والمفروض هي إن في ناس هتكسب وكده، فأنا الحمد لله واحد منهم. أنا محظوظ قوي يعني، أنا محظوظ جدا. أنا ما كنتش أتمنى في يوم من الأيام اللي أنا فيه دلوقتي. أنا بالنسبة لي ده حاجة كبيرة قوي، يعني لي كتير نفسيا ومعنويا، إن أنا كل ما ببقى مخنوق كده أشوف حاجة ليها علاقة بشيرين عندي مسج، وكتبت لي على تويتر كلام يعني ما يطلعش من واحدة في مكانة وعظمة الست دي. يعني الست دي متواضعة وجميلة وقلبها أبيض لدرجة يعني محدش يقول كده. يعني انت كبيرة قوي، يعني ما انت كبيرة مقاما، يعني اللي هو تعالوا نشوف اللي ده مع بعض. مبدئيا في ده المج، هو اللذيذ في ايه؟ ان انا هخش المطبخ يعني هشوفه كده، ببقى متضايق والله هنبسط قوي، يعني عشان بتضايق كتير شوية. في ايه تاني؟ بس هو في بساطة كده في الموضوع، اللي هو يعني تحس ان ايه، في شيء من اللذيذ كده، تحس حاسس حد صاحبك بعت لك الاغنيه، خد دي يا اسطى ده عليك. دي اي ثينك اللي هي بيتحط عليها ال المج، لذيذه قوي. في تفاصيل كده. ايه تاني؟ بصراحة في حاجة عجباني قوي، بس أنا إيه، كلهم عجبني، بس بصراحة ماشي. دي بصوا جميلة فشخ، يا لهوي حرفيا هي شيرين كده معايا في كل وقت، وأنا بره البيت وأنا جوه البيت بسمعها، شايفها قدامي، والله العظيم مفيش حنية بالطريقة دي. وهذا الحوار بقى كله بصراحة، دي زي نوت بوك تقريبا، بس أنا مش هكتب فيها حاجة، أنا هخليها، بس هي فيها تفاصيل لذيذة. بصوا أنا هتبان لكم أنتوا بالشقلوب، بس هي شيرين عبد الوهاب. بص بقى النوت بوك دي، مكتوب في كل صفحة كل بيج فيه يعني غريبة الدنيا دي، تقرب الحبايب وتلاقي الفرحة جاية تغرب الحبايب، هات اللي بعيد هتهولنا في سكتنا، فينها المواعيد فينها يا سوق دنيتنا. معظم ال بجد بصوا يا لهوي بيت عمر ان شاء الله بيعرف اني رومانسية، بيلعب على الوتر الحساس. حرفيا انا الاغنية دي انا ولد، بس انا بحبها عشان شيرين، وكمان لحنها جميل، كلامها رقة شيرين وهي بتغنيها بتاع أسرح في عيون حبيبي، بجد من أحلى الصور اللي اتصورتها شيرين. في قدام شوية، مش بعمل حاجة غير إني بفكر فيه، يعني حرفيا كل جملة من الأغاني المشهورة أوي لشيرين مكتوبة هنا. خلتني احبك ليه ما دام انت ما حبتنيش. الاغنيه دي لا لا بجد، انا مبسوط قوي 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 قوي. انا هفضل شغال على نفسي،
لغاية ما ابقى في زون اعرف اشوف شيرين عن قرب. نفسي اطلع اغني معاها حاجة على مسرح واحد بجد. انا نفسي يعني اوصل اكبر لغاية ما اعمل كده. ده بالنسبة لي اكبر حاجة ممكن اوصلها في حياتي. ما اعتقدش ان في نجاح بعد كده يعني. أصلاً بالنسبة لي شيرين يعني خلاص، انت توصلت لشيرين، مفيش بعد شيرين خلاص. عايز اقول لك انتي فرحة جت لعندي بعد عمر من التعب، في السعادة اللي بعيشها يا حبيبتي انتي السبب. بحبك قوي وموت فيكي. حاجة أخيرة، أنا اتمسح لي بعض الفيديوهات والساوند بتاع قال لك نسيني أصلا، كل ما أحطه يتشال. فخلاص يعني بقى، أنا كنت كل شوية أحطه على أمل بقى إن هو إيه، أنا مش عايز الموضوع ده يروح مني، أنا لازم بقى. بس خلاص أنا مش متضايق وعملت اللي أنا عاوزه، مش عايز حاجة تانية أكتر من كده. اللي هو أنت خلاص يعني أنا عملت. شكرا 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 يوسف. يوسف كان لولا ما كانتش حاجة تجيلي، كان هو اللي وصل لي الحاجة من شيرين. أنا مبسوط، مبسوط قوي قوي قوي، وهفضل مبسوط على طول طول عمري يعني. كل ما يجي لي فترة زهق كده هفتح كل الميموريز الحلوة دي. أنا مش عايز حاجة تانية.